الدراويش الذين أتوا من تركستان لم يكونوا يعرفون جد الشيخ حتى. الذين ننتظرهم الآن من هم؟ لا أعرف، دعهم يأتوا لنعرف. حسناً، لماذا يأتون؟ حتى هم لا يعرفون جد الشيخ. يقومون بالزيارة، هم كلهم يعرفون جدك الشيخ. من أين يعرفونه؟ ستعرف أنت حينما يحين الوقت. تكيتنا هي قنديل من نار مولانا أحمد يسوي. نحن لسنا وحدنا، من تركستان حتى بلاد الروم ينتشر دخان نارنا، كلهم مترابطون ببعضهم بالقلوب، لهذا يعرفون بعضهم حتى لو لم يروا بعضهم. السلام عليكم يا سيدي الدرويش. وعليكم السلام يا أخوة. ليسوا هؤلاء، هؤلاء جنود. إلى أين ذاهبون؟ قادمون من الطريق وإليه ذاهبون. فليكتب الله لكم الوصال إذن. الوصال بالطريقة، ومن غيرها لا يكون الوصول. هو شيخي، إلا هو. لدينا ضيوف من بلاد الروم يا شيخي. هو شيخي إلا هو. أهلا وسهلا بك يا عبد الله يوسف، أستغفر الله. حسين بن دردقان من عائلة كارمان، بخدمتكم إن شاء الله. بخدمتكم إن شاء الله. أرسلان تكين ابن الحجي مسعود، نحن داعون بهمتكم يا شيخي. بخدمتكم إن شاء الله. بكر بن حاجيلي من أهل نكسار، نحن دعونا بهمتكم يا شيخي. بخدمتكم إن شاء الله. أحمد بن حسن علي من أهل أنطاليا، نحن دعونا بهمتكم يا شيخي. بخدمتكم إن شاء الله. سيدي، لقد أحضرت لك كل التقدير والاحترام من أبينا سالتوك، وأرسل معنا هدايا، وأنتم أيضا لديكم هدايا له. لقد أتينا لكي نسلم ما أرسله ولكي نستلم ما سترسلونه. الله الله يا أبانا سألتوك، الأولياء لا يفعلون شيئا من دون معنى. عسل من بلاد البلغار من فارنا يا شيخي، تفضل. ينصحنا أخانا سألتوك ألا نقول إلا الكلام الحلو، ويخبرنا أن للنحل حكاية طويلة، وأن له أسطورة، وأننا لا نمتلك مهارته. إنهم يقولون النحل يصنع العسل، ولم يفسر هذا العمل. بعمل لطيف مولانا، ليبقى هذا لدينا في تكيتنا. أهلا بكم يا إخوة، أسعدتم تكيتنا الفقيرة هذه. هيا تفضلوا، دعونا نقدم لكم شيئا من الطعام. الآتي من الطريق تعبان.
يا أحبتي، البارحة عند غروب الشمس ظهر القمر في تكيتنا من بلاد يسوي، واليوم أيضا ظهر القمر في تكيتنا من بلاد الروم. لقد جاءنا الدراويش من عند مولانا ساري سالتوك لزيارتنا وتشريفنا، وقد أسعدتنا زيارتهم. حمدا لله الخالق القدير، في صحتنا رأينا البراق يصل من نور الشوق من يسوي وساري سالتوك. حمدا لله الذي أكرمنا برؤية هذا من مولانا الأبي سالتوك وأسعدنا. هيا طالما قد بدأنا الكلام، تعالوا نقم على نية مولانا الأب ساري سالتوك ونبتدئ مجلس ذكر الله. دستور يا أخي. لا معبود ولا مقصود إلا وجهك الكريم يا الله يا كريم يا الله يا هو، باسم جلال اسمك العظيم يا هو يا هو يا هو 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 هو. الصلاة سنقوم بخدمة الضيوف يا سيد يونس، أنت لا تتعب نفسك، هذه وظيفتنا. متى كانت خدمة الضيوف هي وظيفة يا أخي؟ سيد آدم، قم أنت بخدمة الضيوف يا أخي. تفضلوا هيا. ما هذا الحرص على المقام يا سيد يونس؟ ما الفرق إن كلفنا نحن أم أنت الذي كلفت؟ أخاف أن تهتم لذلك أكثر من إيمانك. ما هو الشيء الذي ستكلف به ويكون ذا أهمية أكثر من الإيمان يا أخي؟ هل تظن أنك بالكلام الجميل ستزيح عنك كل الوبال يا سيد يونس؟ الوبال في رقبتنا. ما عملك إذن في هذه التكية؟ اذهب واكتب الشعر، كن شاعراً. الحمد لله، نحن وصلنا للمكان الذي سنذهب إليه يا أخي. المكان الذي وصلنا إليه وسنصل إليه هو نور شيخنا يا أخي. ما نتمنى هو ألا نبتعد عن ربنا، ليس لدينا أي مطلب آخر. إذا كان لدينا تقصير فلا تخبئه، تكلم وبين هذا لنا بوضوح، لا تقم بإلقاء الحكم علينا كالشعر الفارغ. وهل الشعر كلام فارغ؟ وهل كلام الشاعر فارغ يا أخي؟
نحن لسنا بصدد القلق من الكلام ونوعه يا أخي، همنا هو أن تكون واضحا. إذا كان لدينا خطأ لتتناقش معنا، وإذا كان لديك خطأ لنتناقش به. عندما أكون عاجزا مستلقيا، وعندما تأتي الملائكة، وعندما يسألون من ربك، ماذا أفعل يا الله؟ عندما يأخذونني ويضعونني في القبر، وعندما أرجع 7 خطوات، وعندما يدخل السائلون، ماذا أفعل يا الله؟ عندما يصرون ويسألون من ربك، تكون تلك اللحظة هي اليوم الأسود. عندما يقولون من ربك، ماذا أفعل يا الله؟ عبد الله أحمد، أنت عبد الله، نادم في يد النفس. عندما يكون يوم المحشر، ماذا أفعل يا الله؟ ولي هذا المكان القادم من تكية أحمد يسوي أخونا الجد إلياس، وضيوفنا الدراويش الذين أتوا معه. شرفتمونا بحضوركم يا إخوة. النور المرتفع من نارنا الضارب بشوق إلى الغرب جعل خليفة سيدنا ساري سالتوك عبد الله يوسف أيضاً من الدراويش الذين جاءوا معه وكانوا قمر تكيتنا وأضاؤوها، أدخلوا السعادة إلى قلبنا. لكن عندما يحين الوقت سيذهب المسافر في طريقه. السادة القادمون من بلاد تركستان والسادة القادمون من بلاد الروم اجتمعوا سوية، يقومون بخدمات سيدنا وأبينا سالتوك ويخدمون بلاد الروم. عبد الله يوسف، لبيك يا شيخي. لقد قمنا بتجهيز الهدايا التي طلبها منا أبونا سالتوك. السايس الذي أراده وطلبه منا إنه ولدنا ساروهان. أعطيناه وذهب. ذهب
تسحب يدك من فوقنا يا شيخي، لنكون بهمتك دائما. يدنا فوقكم يا بني، فلتكن في خدمة الله دائما يا سرحان. وأيضا معلم الحدادة الذي أراده منا سيدنا هو درويشنا أيوب. أمرك على رأسي يا شيخي، لنكن بهمتك دائما. لتكن في خدمة الله دائما يا عزيزي. وأيضا في النهاية معلم بناء الجدران الذي أراده منا أبونا ساري سالتوك هو الدرويش علي جان، وهو أيضا أعطيناه وذهب. لنكن بهمتك دائما يا شيخ. لتكن في خدمة الله دائما يا علي جان. هيا امضوا في الطريق. متى سيخرج جدي الشيخ؟ سيخرج الآن. قل لي يا أخي، ما رأيته هو خيال؟ هل سيذهب أخي ساروهان إلى بلاد الروم البعيدة؟ هذا صحيح. إذن هذا ليس بخيال. هو بالأصل خيال. وهل تذهب لبلاد لم تفكر فيها بخيالك؟ هناك من يتخيل في خياله، وهناك من ذهبه. شكرا لك يا أخي. مع السلامة يا أخي. أعتني بصحتك جيدا يا أخي. مع السلامة يا بني. ساروهان، تعال يا أيوب إلي، اقترب يا جمال الزهرة. عيون العجوز لا ترى جيدا يا ولدي، إما تراك مرة أخرى أو لا تراك. أطال الله عمرك. ليست عيونه فقط، وعقله أيضا تعب لهذا العجوز. تقول لنفسك لما يعلق لي سيفا من خشب؟ أستغفر الله. لكن ماذا قال السلطان مولانا؟
لقد بقي السيف ذو الفقار ميراثا من مولانا علي. يا بني، إذا لم يكن لديك قلب علي، ماذا يفيدك ذو الفقار؟ هيا اقترب يا علي جان. علي جان لا يشتم أحد ولم يمدح أحدا ليس لديه لسان. الحجر يتكلم وعلي جان لا يأتي الكلام إلى لسانه. من يكون هذا من يفهم لسان الحجار؟ إنه الفنان المبدع الذي سيذهب إلى بلاد الروم. استغفر الله. ليبني جسورا بين الوديان ومساجد تكون ملجأ للناس وينظم سواقي ينابيع تنسال منها الحياة. فلتعطنا إسماعيل. فليبارك الله في فتوحاتكم، ادهنوا بلاد الروم من أولها لآخرها بماء الورد، ليكن سيفكم قاطعاً وقلبكم وعيونكم مفتوحة. المدن التي تصلون إليها كل ما فيها من النملة إلى الجمل وكل المخلوقات وخاصة الإنسان، قوموا بالتعامل معهم بالشفقة، وليكن كلامكم من نفسكم. التبليغ يكون بالنفس، يكون بالجسور من القلب إلى القلب. فلتقوموا يا أولادي بخدمة كل مخلوق من غير مقابل. قوموا بالإعمار بمذهب العشق. أي عمل تقومون به يعود بفائدة على الناس، همه هو إعلاء كلمة الله ونقشها في القلوب. همنا ليس الأرض. لو أصبحت أغنى رجل في العالم ماذا يحدث؟ الشيء المهم أن تترك صدى جميلا مثل البلابل تغرد في هذا الكون الواسع. هذا الصدى لا يكون من غير عشق لكلمة التوحيد. بإشارة من رسول الله ستصبغ بلاد الروم بلون الإسلام. إنها بلاد مليئة بالأولياء والعارفين. فليكن الإسلام هو القوة والعافية. آمين. إذا مر طريقكم من هنا وإذا كان هذا العجوز لم يرحل، اسألوا عن أحواله وتعالوا لنشرب معا الحساء. وإذا جاءتني المنية فسامحوني بحقكم. لا يوجد بقلبي أي شيء، فإذا كان موجود وإذا لم يوجد فأنا مسامح. هيا يا يوسف. هذا الكتاب هو حكم مولانا وسيدنا يوسوي، نسخة من الهدية التي جاءتنا قام بكتابتها السادة. ونحن أيضا نريد أن نهدي هذه النسخة لأبينا ساري سالتوك، الذي نريده أن تكون نار العشق الملتهبة من أحمد يسوي منتشرة في بلاد الروم، لتتناقل وتقال حكم جدنا من لسان إلى لسان في بلاد الروم كلها.
هيا أعلموا سيدنا وأبانا سألتوك عن مطالبنا في العشق يا أولادي. مصطحبين معكم هدية جدنا اليسوي من فارنا إلى فيتشي ومن أدرنا إلى فيينا. انشروا النور في تلك البلاد، ابسطوا السجادة على الماء، ارفعوا راية الإسلام في السماوات. تكلم يا يونس، ماذا تريد أن تقول يا ولدي؟ ما هي المشكلة التي تنتظر مني جوابها؟ فلتسأل. ليلا رأيت حلما يا شيخي. إذا لم تقله لي كيف لي أن أعرفه؟ أستغفر الله، في حلمي لا يوجد أفق ولا نهاية. هناك في البحور الواسعة كنا نمشي معك يا شيخي. وهل نجونا يا يونس؟ هل وصلنا لشط النجاة؟ ركبت في سفينة الشيخ وخرجت إلى شط التقية. ذهبنا إلى بلاد العظماء. يا مولاي إن شاء الله. هل قلنا يا يونس؟ يا يونس يا بني، ماذا كنا قد قلنا وقتها؟ يا ولدي، المارون على التكايا يجب أن يغطسوا في البحار، ويجب أن يغوصوا ويخرجوا. إذن فلنقم برفع الستارة الثالثة. لقد قلنا لك قبل وقت طويل يا ولدي، اذهب من باب النفس اللوامة. لقد مررت من فصل النفس اللوامة يا يونس، مررت من بستان الجلال، لكن هل ينتهي الطريق؟ إذن أنت في مكان آخر، أنت هنا في النفس الملهمة. سيكون ذكرك بعد الآن بأي فعل تقوم به، إن كان معلوما أو مخفيا. الكلمة هي واجب على لسانك. لسان العاشق بالقلب يا يونس، يقوم بإصدار الصوت لوحده، لكن عندما يكون بين الناس يجب أن يذكر الله بشكل خفي. من ينادي بما يحب بين الناس يقولون عنه مجنونا. أنت درست العربية من قبل الأساتذة في مدرسة كاراتاي، ما يمكن أن يكون معنى الملهمة؟ لا أعرف. يجب أن تكون آتية من مصدر الإلهام. ملهمة، الإلهام واضح. لكن في النهاية ماذا يكون معناها؟ دعنا نتفكر قليلا. الإلهام لا يكون للعقل، الإلهام للقلب يا يونس، لا تنسى هذا. اعلم يا يونس، نخرج للطريق بالعقل، ثم يتوقف العقل
فنتابع الطريق بالقلب. من الآن فصاعدا ليس لديك عمل بالعقل يا يونس، من الآن فصاعدا كل عملك عمل القلب. العمل الذي تعمله من القلب، والطعام الذي تأكله من القلب، الكلمة التي تقولها تكون من القلب، الخطوة التي تخطوها، النفس الذي تأخذه من القلب. من الآن فصاعدا سيكون الفرح والترح من القلب يا بني. لقد قالوا لنا ليس هناك مكائد للنفس. يقال إن الشيطان هو محتال صاحب ألف وجه ووجه، ويتستر بوجه الحق أحيانا، يقوم بتقليد الحق والحقيقة، وأسفاه على حال من لا يفرق بين الحق وتقليد الحق. يرى الشيطان ويظن نفسه رأى جبريل. إياك يا يونس، لا تنخدع بوجه الحق المتستر بالشيطان. القلب هو الروح يا بني، الجسد حيوان، هذان الاثنان يتقاتلان ويقفان، أحدهما يكون حفنة من التراب وحفنة من الماء، نهاية الأمر سيفنى. إنها الحرب يا ولدي، الحرب لا تنتهي بين المؤمن والمشرك. في داخلنا حرب دائمة، ونحن نكون لا علم لنا بها. اعلم هذا يا يونس، الحيوان لا يأتيه الإلهام، الإلهام هو الفرق بين الإنسان والحيوان. من يتصرفون بقلبهم ممتلئون بالإلهام وجاهزون، ومن لا ينظف قلبه مؤكد أنه حيوان. لا تنسى يا يونس، الإلهام موجود في الجمال، ليس للإلهام أي علاقة مع القبح. الشيطان لا نصيب له من الإلهام، لهذا السبب الذي يقوم به يبقى تقليدا. نحتاج الإلهام من أجل الحقيقة. لا تنسى يا يونس، من يأخذ الإلهام يأخذ العبرة من الدنيا، ومن لا يأخذ العبرة يكون عبرة في الدنيا. هنا النفس الملهمة يا يونس. من الآن فصاعدا عالمك عالم الروح، وحالك العشق، والمعنى الحقيقي في القلب هو المعرفة. إياك أن تنسى ذلك يا يونس، النفس الملهمة هي الفاصل بين العذاب والنجاة. فعندما تسهو وتغفل تنظر لنفسك فترى، ترى أنك عدت للبداية. النفس لا تموت يا يونس، تنام، فلا تنخدع، لا تنخدع بالشيطان الذي يقلد الموتى. كن صاحيا ذو همة. تعال لنرى يا يونس، قارب ركبتيك لركبتي. لتكن أذنك اليمين لنا، لتكن، ولنقم بتلقيمك أسماء النفس الملهمة. التوحيد
مع اسم ذي الجلال والإكرام هو اسم الله. والآن اذهب، ومن الآن فصاعدا لا تدع ذكر الله هذا يسقط باللسانك. لا تسقط هذا، من يفتح الباب هو صاحب البيت. لا تنسى يا يونس، العودة من باب النفس الملهمة سهلة، لكن المرور هو الصعب. تعال يا ابنتي، اسكبي لنرى على مهل. جد الشيخ، أين جد الشيخ؟ هو في مقامه، هل حدث شيء ما؟ سأذهب إلى المقام إذن. هيا توقف يا بني، انقطع نفسك. ما هو هذا الأمر المهم؟ فلتقل يا إسماعيل، ماذا حدث؟ هل رأيت أو سمعت شيئا سيئا؟ السيدة الزاهدة جندر أوغلو قام بقتل سيدة زاهدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل أنت بخير يا خالي؟ إن بعثرت الحجرة من ردهة التكية قد تصيب رأسنا. وهل هناك قوة تمر من أمام القدر يا خالي؟ إنه القدر. ربما قدرنا هو مشروع لأحد آخر، ربما حبالنا في يد شخص آخر يا ابن أختي قاسم. إنه سحر يا بني، سحر المشعوذين. ألا تعلم أن السلطان كيليتش أرسلان يبقي على ساحر في قصره؟ وهل يعطي الله الخالق ذو المقدرة أطراف حبالك لغيره؟ إنهم خططوا منذ البداية يا قاسم، أولئك الخونة خططوا المكيدة لي وأرسلوا لقصري أحدهم. لا تدع شيخك يعرف مكان النقود والذهب، لقد حشروا بقصري أفعى وجعلوني آكل الطعم. لا يخطر بالعقل ولا بالخيال أبداً عمل الشيطان هذا، أرادوا بالسحر أن ينهوا قدرتنا وإدارتنا.
لن تستفيد من هؤلاء يا ابن أختي قاسم. لو تعطيهم روحك لن تساوي قطعة نخود واحدة لديهم. من ثم السيد يونس واضح أنه عاقل، ليس هناك شك بذكائه ومهارته. لو تسألني أقول لك إنه سيقوم بالعمل كمستشار لسلطاننا في قونيا برجاعة عقله، لكن من جعله يترك مقامه ومنصبه؟ إذا لم يكن سحرا ما يكون؟ لقد خططوا منذ بداية الأمر. لا تظن أن ما نعيشه هو القدر يا قاسم. هذا مفتاح ثروتي كلها، خذ. لما سأخذه؟ وهل تريد أن أتركه لابن ذلك المخادع؟ هل يبقى هذا الميراث الهائل لشاهين يا ابن أختي؟